في ناس عايشين معنا بيشوفوا الشيء الكبير صغير كتير، والصغير بيتحول بنظرهم العملاق. الأشياء حواليهم بتقرب وبتبعد، الأصوات بيسمعوها بطريقة مختلفة، أحاسيس مخربطة، نظرة جسد مشوهة. هاد مو فيلم خيال علمي، ولكن هي متلازمة أليس ببلاد العجائب. سميت على اسم نفس الرواية اللي كتبها لويس كارول بال 1865، كونها بتعكس تشوهات بالإدراك البصري والحواس، مثل ما عاشت أليس تجارب غريبة ببلاد العجائب. تم وصف المتلازمة لأول مرة من قبل جون تود بالخمسينيات، لهيك أطلق عليها اسم متلازمة تود، وقال إنها حالة بتأثر على إدراك الدماغ للبيئة المحيطة. طيب كيف؟ حالة نادرة بيشوف فيها المصاب تشوه بكل شيء حواليه، وهو مدرك إنه مجرد تشوهات بصرية بالرغم من سلامة نظره. بيعاني من اضطرابات بالوقت، مع إنه يقال عنها متلازمة نادرة، إلا أن 10-20% من سكان العالم أصيبوا أو قد يصابوا فيها. 15% من مرضى الصداع النصفي بيعانوا منه، لهيك سببه ممكن يكون وراثي. شو اللي بيخلينا نكون عرضة للإصابة فيها؟ التهابات فيروسية، خاصة فيروس الـ ABV، الأمراض الدماغية، الصداع النصفي والصرع، مواد المسببة للهلوسة. كل الأعمار معرضين للإصابة فيها، بس منشوفها أكتر بين الأطفال والمراهقين، خصوصاً وقت الليل. صحيح أنه أعراضها غريبة وبتخوف، بس مش خطرة. على فكرة يمكن الرواية بتروي اللي نحن ما بنقدر نقوله، لأن ما بدنا حدا يشوفنا عم ندخل جحر الأرنب مثل ما عملت أليس.